فاكر ايه اللي العكس حصل؟ تماما يا كابتن عبد الظاهر، وانت كنت موجود في لقاء مصر والجزائر، لا فاكر؟ مش عايز مش افتكر، عايز تفتكر. لا مش عايز العكس افتكر. تماما، كانت مشاكل جماهيريه كانت ادت الى يعني مشاكل دولتين بالظبط بين عن دولتين. مشاكل دولتين فاكر القصه دي تفاصيلها عامله ازاي؟ مش عايز افتكرها اصلا. يعني هي خلاص الحمد لله عدت بمشاكلها، وكانت ده اخر امل ليا انا شخصيا ان انا اوصل كاس عالم، واحنا كجيلنا يعني كجيل الكبار اللي هو كان ده كان اخر ماتش لينا ان احنا لما مش هنلعب كاس عالم خلاص. فطبعا كان اخر، كان يوم احنا شخصيا ممكن الناس الصغارين كان لهم امل تاني خلاص يعني، لكن احنا ما بحبش افتكر اليوم ده لان انا كنت اكثر حزنا يعني اللي هو الخسارة يعني الخساره، بشكل عام. خساره في السودان لكن الأزمة، المهندس هاني أبو ريدة بيقول إن هي كانت مفتعلة. اكيد. كانت مفتعلة كانت فعلا؟ مفتعله طبعا، فعل فعل طبعا. الكلام ده ما جاش كده من يوم وليله، ولا جه مثلا عشان في كوره، عشان كوره، لكن الكوره اتقلبت سياسه أيوه. واتقلب الموضوع لخناقه، وخناقه وللاسف بين دولتين شقيقين. دوله الجزائر طبعا نقول لها كل احترامنا وحبنا، لكن الاعلام لعب دور كبير جدا في العداء، وبعدين لعب دور كبير جدا ان احنا نتصالح. فلا طول عمرنا الحمد الإعلام لله هو اللي لعب دور كبير في في المصالحة الاثنين، بعد كده. في كويس إن الاثنين. أنت اديته حقه في لا أي، في الاثنين بدل ما يعني، أنت في على طول الاثنين في الاول. بتحمله لا الإعلام لا لا المسؤولية. خالص تمام، في الاثنين، في الاولانيه والثانيه يعني. لازم ندي لكل واحد حقه. الاولانيه طبعا حرب غير طبيعيه يعني، خرجتم عن تركيزكم في لقاء السودان بسبب الأحداث دي ولا كنتوا بره؟ ما فيش شك طبعا خرجنا، لان الضغط كان عالي جدا من قبل ليله المباراه يعني. قبل ليله المباراه في الاوتيل لما هجموا الجمهور علينا في الاوتيل، ودخل ناس كميه كبيره جدا من الجماهير، وطبعا فركشه في المعسكر وعدم تركيز، فطلعوك بره تركيزك. ماتش مهم طبعا، هم اتبعوا الاساليب الشرعيه ولا شرعيه، الاثنين. الجمهور هناك. الاثنين يعني، الاثنين حتى في الملعب، اللعيبه الكابتن حتى حسن اللعيبه. الشحاتة تعامل ازاي مع الموقف الهجوم الجماهيري ومع اللعيبة احنا طبعا والضغط كنا اللي قاعدين حصل؟ فوق وجمعنا وقال ما لناش دعوه، وطبعا وفصلنا، واللعيبه الكبيره بدات تتكلم اللعيبه، وبدانا ان احنا نجمع الفريق تاني. لكن تاني يوم كان برضه علينا ضغط كبير جدا. انت هتتصور ان انت مش رايح ماتش، ده كان في مدرعتين حواليك وانت تقريبا رايح يعني لا جو انا ما احبش افتكره.